مشاركة معنا في البرنامج زهور منتا. صباح النور زهور. صباح النور اختي. اش اخبارك لالا؟ لاباس اختي، كيف رحتي انت؟ الله يبارك فيك، يدير الجو عندكم في تازة. لا بس الحمد لله مزيان شويه النهار. الحمد لله زهور. نعم لالا، شنو تعطينا؟ عندي نعطيكم رغيف، نعطيكم نسمن. نعم اعطينا، اعطينا شي حاجه اللي جديده اللي نستافدوا منها، تفضلي. شنو نسمن؟ شي حاجه، شي طريقه جديده؟ زوينه الطريقه جديده. يلا ها. ان سكيل ديال الفورس. نص كيلو فورس. ونص كيلو قمح. نص كيلو قمح. الملح خميره؟ لا لا لا، خميره ديال الحلوه لا خميره عاديه والو. لا لا نادا نادا. يلا كنعجنو طبعا مزيان. يلا الطريقه. كنعجنو كيما قلتي مزيان. نخليو شويه الطحينه ثاني في الجانب هكا مكا. كنعجن مزيان، تنخليو فيها واحد هذه الدقائق ولا 3 دقائق. وكنقطعو قريطة صغيرين في ديك الطحين. وتنبقاو تنشتو هكا على شويه بيدينا. كنقطعو هكا بالموس؟ لا بيدينا، كنقطعو هكا قريطة صغيرين براسات. اييه. ديك الساعة انا نشيو عليه شويه هكا ونزلو نحيدو. كنبقى تنفرقو هكا وحده على وحده، تنديرو الاولى تنديرو عليها شويه ديال الزيت. والثانية تنديرو عليها الزيت، تنديرو غير اللي درناها من الفوق، تنديرو زيت، تنديرو 5 قريفات. كنسالي ديك العجينة. وكان نشتو ديك ساعتين عليه مزيان، تنشعلو نديرو المقالي كالمقالات الغلاضين. لا تنشعلو هكا عليها، تنبقاو نشتيو بوحده ونطيبو، تيجي رقيق بحال التريد. كل وحده بوحدها. داك الخمسه هذوك اللي درنا. تنقرطوهم هكاك بخمسه. يعني باش كيجي هكا هذا يليق لنا حتى لو بغينا نديرو رفيسه. اييه كيجي مورق. كيجي مورق، كيجي زوين.